اولا هذا فيديو لابن باز، هذا عنوان الفيديو، ارجوكم اخوان ركزوا وانشروا هذا الفيديو، خلوا له لايك لان هناك كلام مهم جدا، ارجوكم تفاعلوا مع هذا المقطع. هذا الفيديو، هذا عنوان الفيديو، احفظوا العنوان وارجعوا له بعد مشاهده هذا الفيديو. هذا الفيديو هو ابن باز يبكي على اتهام عائشه، وعندما يتكلم على حادثه الافك ماذا يفعل؟ ابن باز يبكي. إذن هذه النقطة حفظتموها جيدا، والآن سننطلق بالفيديو الأصلي وكلام هذا الأخ، وسنرجع ونعقب ونربط المواضيع إن شاء الله مع كلام ابن باز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد لمواطن أعتقد من الخليج، شيعي من الخليج، وهو يتكلم بكلام راقي جدا، بكلام ممتاز جدا، بكلام موزون جدا، بكلام علمي، بكلام موجود في بطون الكتب، ليست مجرد عاطفة. نعم يقول ويتساءل متخيلين انه قبل 1400 سنة، وهذا الترديد مني، 1400 سنة وما زالت قضية الإمام الحسين عليه السلام في تجدد، وكأنما الإمام الحسين قتل يوم أمس، وكأنما الإمام الحسين قتل قبل لحظات. يتساءل هذا السؤال ويعطي الإجابة، والإجابة منه ومني ومن كل شيعي، ويجب أن تكون عند كل مسلم. عندما يكون الرجل الأعظم في هذا التاريخ، الرجل الأعظم في هذه الأمة، الرجل الأعظم في هذا الكون، أفضل مخلوق على هذا الكون هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، يبكي لقتلة هذا الشخص وهو الإمام الحسين، يبكي على حفيده، يبكي وهو طفل. الإمام الحسين طفل وأمام عينيه، و الرسول يبكي عليه. تصوروا ما هي عظمة هذه القتلة وعظمة هذه الفجيعة على الرسول وعلى كل مسلم. لذلك عندما يكون الرجل الأعظم يبكي، فمن أنت لا حتى لا تبكي؟ من أنت حتى لا تلطم؟ من أنت حتى لا تحزن على الإمام الحسين؟ ونقول إن الرسول ليس شخص عادي وتأخذه العاطفة وأنه يبكي لمجرد هوى، إنما يفعله الرسول أو ما يفعله الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو دين، هو من الدين. بما أن الرسول بكى فمن الدين أن تبكي، فبما أن الرسول بكى فمن الواجب أن تبكي، من الواجب أن تحزن، من الواجب أن تقيم مجلس عزاء، من الواجب أن تحث على شعائر الإمام الحسين عليه السلام ولا تحاربها بشتى الطرق وبشتى المواضيع. لنستمع لهذه الكلمة وبعدها نرجع إلى موضوع ابن باز اللي إن شاء الله راح يكون تفصيل العام وشامل في التعقيب النهائي. نستمع ونعقب، فخليكم على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل 1376 سنة في ساعات الظهيرة وقعت واقعة معينة، قتل فيها رجل ومعه أهل بيته وذويه في 70 ونيف مقابل 35,000 على أقل الروايات، قتل هناك ومثل به وسيق حرمه سبايا من العراق إلى الشام ثم أعيدوا إلى المدينة. زين، هذا اختصار تراجيدي، ضعوه على أي قالب، لا تفترضون أنني أتكلم عنه شخصية معينة، وانظروا هل يعقل أن يبقى تأثيرها 1376؟ فليكن كائنا من كان، كائنا من كان، هل ستبقى الأمة مجنونة فيه إلى حد أنه إذا حلت أيامه كأنه قد أصيب البارحة؟ نحن نحيا بشعور معين يختزل 1376 سنة، يكون ألمنا به ألم من أصيب به البارحة. تسألني لماذا؟ أجيبك لماذا. شوف، عندما يكون سيد الخلق قاطبة، سيد العرب والعجم، من به نورنا، ما يكون موجود بهذه العظمة اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، هذا الموجود الذي قال فيه الله وإنك لعلى خلق عظيم، خلنا نوقف عند المقطع ده. فعندما يصف الله جل وعلا النبي بأنه على خلق عظيم يعني خالق العظمة، يرى أن النبي عظيم. يا ترى ما العظيم في عين الله حتى يقول لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم؟ نريد أن نتعقل المعنى. لا، لعلى مو ذو خلق عظيم، لعلى خلق عظيم. الذي هو خير الخلق قاطبة، من العرش إلى الفرش، كل ما في الوجود، أملاك، سماوات، جنة، كل ما في الوجود بشسعين عليه صلى الله عليه وسلم. يأتي هذا العظيم ويبكي رجلا قبل أن يموت، يوم يولد
يبكيه قبل أن يولد في حديث أم سلمة الذي صح عند الأخوة المخالفين. محمد بن عبد الله الذي نحن نعتقد أنه لأجله خلق الورى، يا محمد لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، فلأجله خلق الخلق. هذا العظيم يبكي على الحسين، يبكيه قبل أن يفجع به، قبل أن يقتل، يبكيه وهو طفل صغير عندما يخبره جبرائيل عن القصة ويأتي بتراب ويعطيه لأم سلمة في الحديث المشهور. صلى الله عليه وآله ليس واحد عاطفي مثلي مثلك تأخذ العواطف العادية، إن هو إلا وحي يوحى، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ركزوا في الفارق. هذا العظيم الذي يمثل المائز في البشر، هذا يعني لو لم يحزنك إلا كم الحزن الذي يدخل في قلبه لكفى. فضلا على أنه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يبكي الحسين في الليل كان يخرج النبي حافيا على قدميه حتى يصل باب الزهراء ويطرقه ويقول أسكتوه أسكتوه أسكتوه، فوالله لا طاقة لي على بكائه. حالة غريبة، هذا النبي اللي كان عندما يسجد الحسين على ظهره يؤخر السجود حتى يبقى الحسين. يجي النص اللي بفضل الله موجود عند كل المسلمين، نص اللي يحتاج تدبر. النبي يقول حسين مني وأنا من حسين. حسين مني يا رسول الله معلومة كونه أنه من ذريتك، هو نسلك من الزهراء عليه السلام، لكن أنا من حسين؟ عظمتك كلها أنا من حسين. الذي يريد أن يختزله النبي في قوله وأنا من حسين، أنا منه مع أنه هو مني، بس أنا منه. النبي يقول لك ما عظم محل هذا الرجل. ابن عساكر المؤرخ صاحب تاريخ دمشق المعروف يقول أنه بعض المسلمين غزوا الروم فذهبوا إلى كنيسة فوجدوا بيتا مكتوب على الكنيسة: أترجو أمة قتلت حسين، أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الورود. فسألوهم قالوا من كتب هذا عندكم؟ قالوا إنما كتب قبل مبعث نبيكم 300 عام. فلنا حكاية أخرى قد لا يفهمها الكثير، لنا حكاية عشق مع سيد الشهداء له لغة خاصة، البعض يستنكرها البعض يشمئز منها بس الكثير لا يفهم. لكن لنا حق الفخر أن نقف يوم التلاقي ونقول يا رسول الله حزنا لحزنك، حزنا لحزن اجتاح قلبك في مقتل ولدك، وبقينا على هذا العهد. بعبارة أنه لن تجد قصة في التاريخ تلهم الأجيال كما يلهمنا الحسين عليه السلام في واقع في سويعات الظهيرة بقيت إلى الآن. عصر موازينكم أيها البشر، أمسك بموازينكم هكذا وسحقها عندما قلب الموازين المعركة منتصر وخاسر، خرج منها مقتولا إلا أنه انتصر. ولد حرمه، قتل، فعلت به الأفاعيل، اجتاح قلب رسول الله من الحزن ما لا يعلمه إلا الله لمقتله، وبكت عليه السماوات والأرض. لكن مع هذا من المنتصر؟ من الذي يلعن ومن الذي تأتيه الزحوف كالمجانين في أيامه؟ الآن بس تسمع، إحنا رايات الحسين في كل محل، ما في محل في العالم ما ترفع في رايته. الآن في كل محل في العالم لا تخلو قطعة في الأرض من راية فيها يا حسين. عجيب، بعد 1376 سنة من حادثة عمرها ساعتين تبقى. ليش تبقى؟ لأن النبي الذي بقيت دعوته إلى الآن أرادها أن تبقى عندما بكاه قبل أن يقتل، قبل أن تتعقل المصيبة بكاه رسول الله. والغريب طبعا انه اللي يجي يسخفك يقول لك البدعه ما البدعه، وهذا انا كلامي مو مع المخالفين، كلامي مع الاخوه المؤمنين، بس هو كالاشاره يعني اللي يقول لك بدعه، هذا اللي يقول لك زي كذا وديه على اليوتيوب وافتح مقطع واكتب الشيخ ابن باز قصه الافك وسمعه كيف ان الشيخ ابن باز كان يحكي قصه الافك ويبكي متفاعلا، يبكي. ما نقول شيء، بالعكس له حق ان يبكي، شيء طبيعي، هذا شيء انساني، هو يشعر بالحزن ويبكي، شيء طبيعي، بس ما حد يقول له بدعه. لكن في الحسين انتبهوا تقولون بدعه، فلا يثرب علينا أحد ولا يمقت فينا ولا يزدري علينا ولا يكذب علينا ولا يثرب علينا كما قلت، لأنه شعور وجداني، شيء لا تتحكم فيه أنت. حزن شيء وجداني أنت لا تتحكم فيه. تفاعلنا مع سيد الشهداء تفاعل وجداني تام، نحن مسحورين يا أخي، جننا به صلوات الله وسلامه عليه. من كلامي بهالملحوظة هذه، أحد شعراء الشام زار قبر الإمام علي عليه السلام في النجف ورأى القبة الشامخة والناس تتوافد إليه من كل محل، وزار في الشام قبر معاوية. ثم معروف أن معاوية وبين معاوية بين علي عليه السلام معركة قامت، فهو تمثل بأبيات لما رأى حال قبر أمير المؤمنين والناس عليه وحال قبر معاوية. ماذا قال؟ قصيدة طويلة يبدأها بأبا يزيد أين القصور ولهوها، إلى أن يقول هذا ضريحك لو ظفرت ببؤسه لسالم دمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك منك باك أرمد، تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. لما يقارن بين الاثنين يقول أين حال هذا وأين حال ذاك؟ لذلك نقول نعم 1376 سنة لا شيء في موازين الله جل وعلا ليبقي الحسين، والسالفة ترى مو فيه ولا في فلان ولا في علان اللي رافعين الراية ومسكينة.
مسكين الراية الحين ما يفرحون انهم والله هم سوين شيء، لا هم موفقهم الله لرفع الراية الان، والا لو شاء الله جل وعلا هم يزولون وياتي غيرهم يرفعها لان الله يريده. قالت زينب عليها السلام: كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا. ابن باز، اولا حياكم الله من جديد. ابن باز اعتقد انتم حفظتوا هذا المقطع، ارجعوا واكتبوا هذا العنوان، سيخرج لكم ابن باز كبير السلفية الوهابية من علماء العصر الحديث الذي يمثل النهج السلفي والنهج الوهابي يبكي على عائشة بهذا المقدار. كما قال الأخ، احنا ما اليوم ابن باز، هذه مشاعر، هذه عواطف لم يتحمل، بغض النظر عن المواضيع الأخرى، لكن بهذه الجزئية. لكن أريد أن أبين تناقض هذا الشخص نفسه، ابن باز نفسه أريد أن أبين تناقضه وكل من يتبعه. لا تبكي على الإمام الحسين، لكن ابكي على عائشة، ابكي على من اتهم عائشة بالفاحشة واتهمها بالزنا. فنقول تصوروا يقتل الإمام الحسين عليه السلام، وتسلب ثيابه، ويمثل بجثته، وتسبى نسائه، والأمة عادي جدا، بينما حادثة تنسب إلى عائشة تقام لها المجالس ويبكى لأجلها. تصوروا التناقض واعقلوه وتبينوا كم حجم الجفاء للعتراء الطاهرة من هذه الأمة. وفي أمان الله.